إلى الشمال الغربي من مدينة الخليل، وعلى ارتفاع 830 متراً عن سطح البحر تقع بلدة بيت كاحل. اشتهرت سابقاً بصناعة كحل العين. تمتاز البلدة بمناظرها الجميلة وتعتبر مركزاً سياحياً لسكان محافظة الخليل بسبب موقعها المرتفع وإطلالتها الساحرة على البحر الأبيض المتوسط. يبلغ مجموع مساحة أراضيها 6000 دنم مليئة بالبساتين المروية، وتضم أيضاً أحراش وادي القف أحد أهم المحميات الطبيعية في الضفة الغربية. يبلغ عدد سكانها 9000 نسمة، ويحيط بها جنوباً مستوطنات تليم وأدورا ومعسكر لجيش الاحتلال. قدمت بيت كاحل عدداً كبيراً من أبنائها بين شهيد وجريح وأسير. نفذ أبناؤها عدداً من العمليات القوية ضد الاحتلال، أهمها عملية خطف جندي وقتله في آب 2019 على مفترق عطسيون. أظهر أبناؤها تكافلاً كبيراً خلال مداهمات الاحتلال لمنازل الأسرى المتهمين. رابط بعضهم في البيوت وقطع آخرون الطرق بوجه الآليات العسكرية يقاوموها بما يمتلكون من حجارة.